وحدات الرما يعني فلوس الشعبيه اللي كتدار في المغرب كامل يعني رحنا واقفين معاه. وبمناسبه عيد عرش المجيد كنقولوا الله ينصر سيدنا ويسر الاسره العلويه، تحيه وارد تحيه وحيه بها ملكنا والدوله المغربيه وعاش ملكنا والاسره العلويه. شكرا. حسن، الفرقه ديالكم قدم الفرقه ديالكم السميه ديالها الفرقه ديالي جمعيه مصباحيه اللي تنقلا ومفتخر من الرشيه والمحافظ على التراث. يعني انا بصفتي كرئيس جمعيه ومعلم يعني انا خارج بالفرقه ديال القناوه ديال تقر مراكشيه وديال الجلاله وديال عيساوه. يعني دائما كنحتفلوا حنا بهذا المهرجان ديال عبد الصمد الكلفاوي بمناسبه عيد عرش المجيد، ويعني راه تولد بالنسبه للمدينه حتى هي كتفرح بهذا المهرجان. ومهرجان ديال عبد الصمد الكلفاوي واحد هو اللي كيحتفل بهذا المهرجان بهذه المناسبه كامله في العريش. واخا الفرقه ديالكم فوقاش تاسست الفرقه ديالكم؟ ها؟ الفرقه ديالكم ديال الجمعيه ديالي تاسست في 2009 حييت القناوه اللي من بعد ما ماتوا الناس الكبار اللي تعلمنا معاهم حييتهم ويعني وعلمتهم. ويعني كنشكر المدير ديال دار امستردام اللي كيعاوني ندرب الدراري تما عنده السي نور الدين الله يجازيه بخير. كتخدم بالاخص مع الدراري الشباب يعني الشباب واخص الشباب اللي كيعاونونا وكنشكروا يعني الناس اللي كيحيوا هذه البلاد اللي خصهم يخليوا هذا التراث ما تقطعش. ماشي على جمعيه عبد الصمد الكلفاوي، اي جمعيه خصها تحتفل بالمحافظه على التراث ما يقطعوش التراث ديال البلاد. وكتخدم مع الاولاد حتى مع البنات كتخدم معاهم؟ عندي مع الاولاد وعندي مع البنات ديال القناوه يعني البنات والولاد والشباب يعني هما عاد تشوفوا في الانطلاقه ديال الاخر.